بسم الله الرحمن الرحيم. نفسك تحفظ القرآن الكريم؟ الحقيقة إن كل الناس نفسها تحفظ القرآن الكريم، ولكن يعني بعض الناس لما بتبدأ تحفظ القرآن الكريم بتمل وبتزهق بسرعة. إيه المشكلة؟ يبدأ يبقى عنده حماس وطاقة وقوة ويقول أنا راح أحفظ، ويدور ويشوف أي دار جنبه أو محفظ يستعين بمحفظ أو هي تستعين بمحفظة، ويبدأ الموضوع يدخل فيه القوة، وفي الآخر يجد نفسه بعد شهر ما زهق ومل. ايه الموضوع؟ الموضوع الحقيقه ان حفظ القران الكريم ده يعتبر طلب علم، وطلب العلم قبل ان تشرع في طلب العلم لازم تتعلم كيف تتعلم، كيف تتعلم هذا العلم، كيف تتعلم هذا العلم. فقبل ما تقول عايز احفظ القران الكريم، يجب عليك انك تعرف كيف تحفظ القرآن الكريم. ان شاء الله هعرض مع حضرتك كده ببساطة في دقائق معدودة ازاي نحفظ القرآن الكريم بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وما تبقاش في مجهود عليك ولا حاجة شاقة عليك جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، الناس مقسمين الى جزئين. الجزء الاول ان في بعض الناس عندهم ملكة الحفظ عالية جدا، يعني مجرد ما تقوله على اي حاجة يحفظها بسرعة، رقم موبايل، اسم واحد، بسرعة عنده ذاكرة لماحة وبسرعة بيحطها في الذاكرة طويلة المدى. وفي بعض الناس بيبقى عندهم الفهم اعلى من الحفظ. والحقيقة احنا يعني اكتر الناس الفهم عندها اكتر من الحفظ. ليه؟ يعني احنا من القسم التاني اللي هو الفهم اعلى من الحفظ. ليه؟ لان متطلبات الحياة حاليا بتطلب مننا ان احنا نفكر كتير ونشغل المخ كتير، وازاي نجد فرص عمل جديدة، ازاي نطور في العمل، ازاي كل حاجة تفكير تفكير تفكير. انما الحفظ بتحفظ قد ايه في اليوم؟ ايه بتحفظ؟ اسم شخص، شكل شخص، انما طول النهار بتفكر، حتى وانت نايم بتفكر، وانت في الحلم بتفكر. فالفكر ده هو اساسك، يعني ده الباور بتاعك ودي الطاقه بتاعتك اللي هتستخدمها. خلاص انت حددت لنفسك ان انت اكتر حاجه فلازم عشان تحفظ القران الكريم تفهم الاول معنى القران الكريم. والحقيقه يعني كم من قارئ القران وحافظ القران ولم يفقه ويعي معنى القران، ودي مصيبه. الله عز وجل لما انزل القران الكريم ما نزلش عشان هو نص نقعد نحفظه كده، لا، لازم يكون دستور عملي لحياتنا. فاحنا الاول هنعرف ازاي كيف تحفظ القران الكريم. عشان ما اطولش عليك، احنا الموضوع ببساطه ان احنا لازم تفهم الكلام اللي انت هتحفظه بس. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ازاي بقى تبقى هفهم الكلام ازاي؟ في واحد يروح يجيب تفسير ابن كثير ويحطه جنبه يقعد يحفظ ويشوف التفسير وكلام ده. تفسير ابن كثير ده محتاج شيخ او عالم كبير علشان يعني يفسر لك القران الكريم. احنا محتاجين تفسير ميسر زي تفسير السعدي، تفسير الكلام الرحمن، كتاب الكلمة معناها، يعني تفسير موثق كده. نشوف تفسير الكلمة ومراد الله عز وجل في الآية، وبعد كده تبدأ تقرأ الآية مرتين ثلاثة ومعاك يعني ورقة وقلم كده بتكتب بإيدك. فالكتابة دي مهمة جدا جدا، لأن بتستخدم فيها حواس كتير، بتستخدم فيها حاسة النظر، بتشوف الكلمة وبتصورها، تشوفها وتنقلها، وبتستخدم فيها حاسة الكلام بتكرر. طب هتقولي ازاي ده انا بكتب، ازاي هكرر؟ والله كل الناس اللي بتكتب ما بتعرفش تكتب الا لما بتنطق. فاللسان المخ الاول بيفكر في الكلام، وبعدين المخ يؤمر اللسان ان هو ايه؟ ان هو يتلفظ بهذه الكلمه، ويبدا اللسان لما يتلفظ بهذه الكلمه يامر الايد ان هي تكتب بايه؟ تكتب الكلام اللي اللسان بيقول. ازاي كنت بتكتب كده؟ لاحظ نفسك، كان نفسك بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن، خدت بالك؟ فالموضوع ده بتستخدم حواس كتير جدا، وكمان لما بتيجي تقرر بتقرر ببطء شديد. لما تجيب طفل صغير كده ها وتقول له ايه؟ وتقول له قرر معايا كده، عما يتساءلون، هبص لها الطفل ممكن يقول الكلمه ممكن ما يقولهاش. فلو ما عرفش يقول هتقول له ايه؟ هتقول له عما، تقول له الكلمه الاول. لو ما عرفش هتقول له حرف، هتقول له ع، زي الطريقه النورانيه اللي حرف بحرف ونقطع الكلمه لحروف عشان خاطر ان احنا
نصل ان احنا نحفظ بالكلمة الكلمة نقسمها الى اجزاء ونعيش في الكلمة نفسها. فبصراحة طريقة الكتابة دي طريقة رهيبة جدا، بتخليك ان انت بتنطق وتتلفظ الكلام بطريقة يعني بطء، فتخليها تدخل في المخ وتثبت. في حاجة اسمها الروابط الذهنية. الروابط الذهنية في حفظ القرآن الكريم لازم يكون في روابط. فإن شاء الله بإذن الله يعني دي كانت بداية كده مقدمة إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله في يعني المقاطع الأخرى إن شاء الله هنعرف مع بعض إيه هي الروابط الذهنية دي إن شاء الله. جزاكم الله خير.